بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله النهاردة معادنا مع آخر درس في التاريخ وآخر درس في مقرر الدراسات الاجتماعية بعنوان المشاركة التطوعية. إيه هي المشاركة التطوعية ويعني إيه مشاركة تطوعية وإيه واجبات المتطوع وإيه حقوقه وإيه الحاجات اللي أنا ممكن أتطوع فيها؟ كل ده إن شاء الله هنعرفه النهاردة. بداية بنبدأ بتعريف المشاركة التطوعية. يعني إيه مشاركة تطوعية؟ مشاركة تطوعية كل عمل أو جهد يبذله أفراد المجتمع، أي عمل هتقوم به أو أي جهد هتبذله رغبة وشعور منهم بالمسؤولية. أنا بعمل عمل معين أو جهد معين علشان بشعر بالمسؤولية. بشعر المسؤولية تجاه مين؟ برغبة في الشعور منهم بالمسؤولية تجاه المجتمع. ليه أنا بشعر بالمسؤولية تجاه المجتمع؟ من أجل النهوض والارتقاء به دون أي مقابل مادي. يبقى المشاركة التطوعية هي ذلك العمل أو الجهد الذي يبذله أفراد المجتمع رغبة وشعور منهم بالمسؤولية تجاه المجتمع من أجل النهوض به دون الأجر المادي. زي ما معروض قدامنا، كل جهد يبذله أفراد المجتمع رغبة وشعور منهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم من أجل النهوض والارتقاء به دون مقابل مادي. المشاركة التطوعية بتعد أحد قيم المواطنة الصالحة اللي فعلا لو اتحققت هيحصل ارتقاء ونهوض بالمجتمع، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا أفراد متعاونين متحابين، واعتصموا بحبل الله جميعا وتعاونوا على البر والتقوى. يبقى المشاركة التطوعية هي إحدى القيم المواطنة الصالحة الذي إذا ما تحققت تحقق نهض المجتمع وتحقق له الارتقاء. زي ما قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا إخوة متحابين، كل واحد فينا بيشارك التاني سواء في الفرح أو في الحزن. الجميع يسعى لتحقيق مصالح الوطن سواء بلدنا الحبيب مصر أو الأمة العربية والإسلامية. طيب تعال نشوف مع بعض إيه حقوق وإيه أسباب التطوع. إيه الأسباب اللي هتخليني أتطوع وأعمل عمل تطوعي دون مقابل مادي؟ أولى هذه الأسباب هو أن نسهم ونساعد في بناء المجتمع ونرتقي به. يبقى أنا بعمل عمل تطوعي علشان خاطر ببقى واحد من ضمن الناس اللي ساهموا من أجل النهوض والارتقاء بالمجتمع. ده السبب الأول. يبقى لما يقول لي بما تفسر المشاركة التطوعية أقول له رقم واحد من أجل النهوض والارتقاء بالمجتمع. رقم اثنين في أسباب المشاركة التطوعية أن ننال تقدير واحترام الآخرين. لما بتعمل عمل تطوعي دون مقابل مادي بتساهم فيه بالنهوض بالمجتمع بتاخد تقدير واحترام من الآخرين. من ضمن الأسباب نتعلم مهارات حياتية جديدة. كل ما تطوع وكل ما هحتك بالناس التانية بتعلم مهارات جديدة وبكتسب حاجات جديدة. من ضمن أسباب التطوع تنمية الثقة بالنفس. النهاردة أنا كنت منعزل، ما كانش ليا في الكلام ولا ليا في العمل، بدأت أدخل مع الأفراد التانيين وأعمل عمل معين وتطوع في حاجة معينة سواء في البيت أو في المدرسة أو في الحي أو في المحافظة، فبنمي الثقة بنفسي يبقى عندي قدرات كتير. من ضمن الأسباب نكتسب العديد من القيم الروحية والأخلاقية، وده طبعا بيجي من خلال احتكاكنا بالأفراد الآخرين. من ضمن الأسباب نعبر عن التزامنا وإيماننا الديني، لأن دي حاجة زي ما قلنا من دعائم المجتمع الإسلامي. طيب تعال نشوف مع بعض اهم حقوق المتطوع. انا كشاب دلوقتي او راجل او طالب عايز اتطوع علشان خاطر اخدم بلدي، ايه الحقوق اللي انا هاخدها في مقابل ان انا اتطوع في عمل معين؟ وطبعا قلنا التطوع بدون مقابل مادي، ولكن هو مسؤوليه مني علشان خاطر انهض بالبلد بتاعتي. اهم حقوق المتطوع رقم واحد ان يتلقى التوجيه والتدريب. هاخد التدريب المطلوب وهاخد التوجيه المطلوب في العمل المعين اللي انا هقوم به. يعني مش هاجي كده ادخل العمل على طول، لا، ده انا قبل ما اعمل العمل التطوعي اللي مسؤول عن هذه الاعمال هيديني التدريب والتوجيه اللازم والكفايه. من ضمن حقوق المتطوع ان يعامل باحترام. انا بعمل عمل تطوعي لحد معين او لمؤسسه معينه، فطبعا لازما هيبقى قصاد منه مفيش مقابل مادي، ولكن هيبقى قصاد منه التعامل باحترام. من ضمن حقوق المتطوع ان ينال التقدير على العمل الذي يقوم به. مش هاجي اتطوع مثلا واعمل حاجه معينه اقول لك لا انت ما عملتهاش كويس ولا الكلام ده، هو بالفعل ان من واجباتك اتقان العمل، لكن في نفس الوقت هتاخد التقدير والاحترام على العمل اللي انت قمت بيه.
تعال نشوف بقى واجبات المتطوع. يبقى انت خدت التدريب والتوجيه الكفايه في مقابل الحاجه اللي انت هتشتغل بيها او الحاجه العمل اللي انت تتطوع بيه، تعاملت باحترام والناس اللي في المؤسسه بتعاملك باحترام، خدت التقدير على العمل اللي انت قمت بيه. في قصاد كده ايه الواجبات اللي مطلوبه منك في العمل اللي انت هتعمله؟ يؤدي المهام الذي يستطيع القيام بها، يعني المهمه والعمل اللي انا هقدر اعمله بالفعل وهجيده هو ده اللي هعمله، العمل اللي في امكانيات ان انا اقدر اتقنه، يبقى يؤدي المهام الذي يستطيع القيام بها. رقم 2 في واجبات المتطوع يحافظ على الاسرار، سواء اسرار المدرسه او اسرار الاسره او اسرار الحاجه اللي هو دخل في التطوع بيها. بيبقى المؤسسه دي بيبقى فيها اسرار، ما ينفعش اخد اسرارها وانقلها بره في مقابل ان انا بشتغل معاهم تطوعا. يبقى من ضمن واجباتي الحفاظ على الاسرار. من ضمن واجبات المتطوع هو ان يتقن العمل الذي يقوم به. انا اخترت عمل معين هاديه، يبقى انا لازم اتقنه اتقان كامل علشان خاطر ما اسيبش ورايا شغل لحد تاني. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. من ضمن واجبات المتطوع ان يحترم الاخرين. انت هتعمل عمل تطوعي، ده مش فضل منك، لا ده مسؤوليه منك تجاه المجتمع وشعور بالمسؤوليه. انت كده بتساهم في بناء المجتمع، بس في المقابل لازم تحترم اراء الاخرين وتقدر الاخرين اللي هم مشاركين معاك في العمل التطوعي. من ضمن واجبات المتطوع ان يلتزم بالمواعيد، وليكن على سبيل المثال عمل معين هنشتغل وهنبدا فيه الساعه 8 صباحا، ما ينفعش انت تجيلي الساعه 9 والساعه 10 عشان خاطر حضرتك متطوع ومش بتاخد مقابل مادي. لا، انت متطوع بس ليك حقوق وعليك واجبات. الحقوق احنا قلناها، من ضمن واجباتك الالتزام بالمواعيد. تعال نشوف بقى تحديات المشاركة التطوعية وطرق التغلب عليها. ايه المشكلات اللي بتقابل التطوع وازاي نقدر نشيل المشكلات دي ونحلها؟ اول المشكلات التي تقابل المشاركة التطوعية هي ضعف الوعي باهمية العمل التطوعي لدى الافراد. ما عندناش وعي كفاية باهمية هذا العمل. يعني زي ما بنقول كده، هو انا هشتغل ليه تطوعا؟ هو انا ليه هعمل حاجة بدون مقابل مادي؟ طيب المشكلة دي نقدر نحلها ازاي؟ عن طريق نشر الوعي باهمية العمل التطوعي. ننشر من خلال نشرات الاخبار ووسائل الاعلام اهميه هذا العمل التطوعي وازاي هو بيكسبك مهارات حياتيه وبيكسبك ثقه بالنفس وبينمي عندك حاجات كتير. يبقى اول المشكلات التي تواجه المشاركه التطوعيه هو ضعف الوعي باهميه العمل التطوعي لدى الافراد. ازاي نقدر نتغلب على المشكله دي؟ قلنا نقدر نتغلب عليها ونحلها من خلال نشر الوعي باهميه العمل التطوعي. ثاني هذه التحديات التي تقابل العمل التطوعي هو ضعف او محدودية الخبرة والمعرفة بالعمل التطوعي. انا ما عنديش خبرة كفاية وضعيف في العمل التطوعي. طيب اللي ما عندوش خبرة كفاية بالعمل التطوعي ده ازاي انا هحل المشكلة بتاعته؟ هحل المشكلة بتاعته عن طريق استمرار عملية التدريب بالمتطوعين. انا جيت لك او جيت للمؤسسة علشان خاطر اشارك في عمل تطوعي، بس انا ما عنديش خبرة كفاية ان انا اقوم بالعمل ده. قبل ما تقوم بالعمل ده المؤسسة هتدربك وتستمر في تدريبك علشان خاطر تتقن العمل اللي انت هتأديه. يبقى رقم 2 محدودية الخبرة والمعرفة بالعمل التطوعي. ازاي نقدر نحل المشكلة؟ ان نقدر نحل المشكلة من خلال استمرار عملية التدريب للمتطوعين. من ضمن التحديات اللي بتقابلنا في المشاركة التطوعية هو الخوف من تأثير العمل التطوعي على العمل الدراسي. كطالب مثلا في الثانوية او الاعدادية او الجامعة يقول لك لا، انا لو رحت عملت عمل تطوعي في مؤسسة معينة، في مسجد، في مدرسة، في مجلس قروي، في الحي، في المحافظة، أنا كده هأثر على دراستي. وبالفعل في معزوف كتير جدا عن العمل التطوعي بسبب هذه المشكلة. طيب إزاي أقدر أحل مشكلة الخوف من التأثير على الدراسة وإزاي أعمل عمل تطوعي؟ قال لي إن عشان خاطر أحل المشكلة دي هي حاجة واحدة بس، اللي هو تنظيم الوقت. أنظم وقتي ما بين المدرسة وما بين العمل التطوعي بحيث إن العمل التطوعي ما ياخدش وقت كبير جدا ويأثر على دراستي. يبقى أنظم وقتي ما بين العمل التطوعي وما بين الدراسة. يبقى تالت تحدي بيقابلنا هو ضعف الخوف من التأثير على العمل التطوعي على المدرسة. قلنا بنحل ده ازاي؟ عن طريق تنظيم الوقت. اخر حاجة بتقابلنا في تحديات المشاركة التطوعية هي اختيار افراد غير مؤمنين بالعمل التطوعي. ممكن اختار واحد واثنين وثلاثة لكن ما عندهمش ايمان داخلي
وما عندهمش رغبة داخلية في العمل التطوعي، فبالتالي ما بيأديش العمل التطوعي بالوجه اللي هو مطلوب. طب ازاي بقى احل المشكلة دي؟ هقدر احل المشكلة دي عن طريق حسن الاختيار، ان انا اختار بالفعل افراد عندهم رغبة داخلية في التطوع والعمل التطوعي. يبقى احنا كده قلنا مع بعض تحديات المشاركة التطوعية وطرق تذليلها، يعني طرق حلها ومواجهتها. تعالوا نشوف مع بعض يمكن تطبيق المشاركة التطوعية في حياتنا عن طريق. طب انا دلوقتي خلاص انا بقى عندي ايمان بالمشاركة التطوعية وعرفت ان هي حاجة كويسة جدا جدا، هتنمي عندي مهارات وتنمي عندي ثقة بالنفس واخد احترام وتقدير من الاخرين وهتدرب وهتوجه وهدي الاقتراحات وهدي الاسئلة. طيب ازاي بقى اطبق المشاركة؟ ايه الحاجات اللي اقدر اشارك فيها وادي العمل التطوعي؟ بداية بتقدر تأدي العمل التطوعي من داخل الاسرة بتاعتك، من داخل المنزل، ان انا اشارك تطوعي في المنزل سواء داخل المنزل او خارج المنزل، كمثال للبنت ان هي هتساعد والدتها او الولد هيساعد والده داخل او خارج المنزل. يبقى بيبدأ العمل التطوعي عندي من انا بشارك الاسرة بتاعتي داخل المنزل وخارجه، يبقى مشاركة الاسرة فيما تقوم به من اعمال داخل وخارج المنزل. رقم 2 ان انا هشارك المجتمع اللي انا عايش فيه سواء قرية او حي او مدينة او محافظة في بعض الاعمال اللي بيقوم بها. طيب انا كده هدخل في عمل تطوعي مع القرية او الحي او المدينة او المحافظة في تطبيق بعض الانشطة. زي ايه؟ رقم 1 عندنا تشجير بعض المناطق وتجميلها. يعني ايه تشجير بعض المناطق وتجميلها؟ يعني زراعة الاشجار في المنطقة اللي انا عايش فيها، تشجير وتجميل المكان الذي نعيش فيه. مش هستنى ان حد معين او هكلف مؤسسة معينة تعمل لي، لا انا هشارك مع افراد المنطقة اللي انا موجود فيها ان احنا نزرع اشجار ونزرع نباتات وزهور تجمل المكان اللي انا عايش فيه. 2 المشاركة في الوعي الصحي والسلوكيات الصحية بين الافراد، كمثال احنا عايشينه دلوقتي اللي هو فيروس كورونا، ازاي ان انا اقدر اوعي الناس اللي حوالين مني بخطورة الفيروس وازاي ان انا اتعامل معاه وازاي بقى عندي طرق الوقاية من الفيروس. يبقى المشاركة في الوعي الصحي والسلوكيات، كمان اعرف الاطفال الصغيرين والشباب الصغيرين سلوكيات التعامل مع الاخرين. رقم 3 مساعدة الفقراء والمحتاجين اللي موجودين في المنطقة اللي انا عايش فيها، اعرف من هم الفقراء والمحتاجين واساعدهم على قد ما اقدر سواء ماديا او ان انا شارك معهم في اعمال معينة تدخل عليهم السرور والبهجة. يبقى مساعدة الفقراء والمحتاجين. بعد كده عندي المشاركة في الاحتفالات والندوات مع الزملاء بالمدرسة. كحضرتك مدرس مثلا او مشرف تقدر تساعد زمايلك في ندوة معينة في حفلة معينة، حتى لو مش مطلوب منك دور معين ان انت تأديه في الحفلة او مش مكلف بدور معين، ممكن حضرتك تساعد بعض الزملاء في الحفلة او الندوة اللي هي هتتقام في المدرسة. اخيرا من ضمن اهم واجبات المتطوع هي مساعدة الاصدقاء في فهم الدروس. كطالب تقدر تشارك في عمل تطوعي انك تساعد زمايلك واصدقائك في فهم الدروس. لك زميلك ما بيقدرش يستوعب من اول مرة او بيحب توضيح بعض النقاط وانت قعدت معاه ووضحت له نقطة او اتنين او تلاتة في الدرس، انت كده عملت عمل تطوعي وطبعا هتاخد اجر عليه. بكده اعزائي الطلاب نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة ووصلنا لنهاية مقرر الدراسات الاجتماعية. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.